من كثر ما ادور لكم مواقف مرعبة تصير مع اليوتيوبر، المواقف هذه صارت بدل ما ادور عنها تيجي لين عندي. قبل كم يوم كنت فاتح بث بانستغرام مع هنودي اوسم وهذا الشيء صار. اخباركم ان شاء الله كلكم خير وانتم تشوفون هذا الفيديو. اهلا وسهلا بالجميع، رجعنا لكم اليوم بالحلقه 12 من اشياء تفجع صارت مع اليوتيوبر. قبل ما نبدا شيء، اذا كنت تشوف هذا الفيديو ومو مشترك بالقناه اشترك، فعل زر التنبيهات واضغط زر اللايك في حال ان الفيديو عجبك. اوكي، من وين نبدا؟ اليوم عندنا فيديوهات كثيره وجدا رهيبه بنفس الوقت. اليوتيوبرز الفتره الاخيره كل واحد يقول الموقف حقي ارعب من الثاني، وعلشان كذا خلونا نطول ونشوف اليوتيوبر الاول ايش صار وياه بالضبط. اليوتيوبر الاول اللي عندنا اليوم يا جماعه الخير سيد. ممكن تستغرب الحين وتقول لحظه حبيبي ايش سيد جيمنج، كيف بصير الموقف مرعب؟ حبيت سؤالك وحبيتك، بس خليني اقول لك شلون. سيد بدا ينشر فيديوهات الفتره الاخيره وهو جالس يضبط السيت اب او المكتب اللي يصور فيه فيديوهات. واللي انا اعرفه انه سيد يحب عالم المصارعه، فمن الاشياء اللي هو جابها وحطها بالمكتب حزام المصارعه، فيجرز وشخصيات المصارعين ثانيين. وعلى بالكم بس لا يا حبيبي، جاب الاقنعه حقت المصارعين بعد. اعتقد سيد لو يتحمس شوي بيجيب اندرتيكر يصور وياه فيديو. اول ما اشترى سيد الاقنعه جاب زي الستاند ولكن على شكل راس، علشان لو حط القناع على التمثال هذا يكون كأن الراس المصارع موجود عنده. المهم ان الشخص هذا اللي بيلبس القناع بعد شوي زي ما تشوفون عيونه قاعد تطالع فوق والامور طيبه. ولكن سيد اول ما لبسه القناع وحطه على الرف يقولون الناس ان عينه تحركت. خلونا نشوف. فالحين ضبطنا، المفروض بعد شوي نحاول ان احنا نخلي الوجه يبين، والحين خلاص عندنا مثل ما تشوفون كين ول. والله كان عينه تحركت يا عيال، ترى انا قاعد اشوف الفيديوهات هذه لاول مره وياكم. شوفوا يوم عدل شعره عينه كانت جالسه تطالع سيد، ولكن يوم قام وتحرك على اليسار العين قاعده تلحقه. نظريه، هل كين هو الموناليزا؟ لا والله ترى حاجه غريبه وتخوف بنفس الوقت. علموني رايكم على هذه اللقطه تحت في الكومنتات، هل تشوفون انه من جد العين تحركت ولا الناس جالسه تتوهم؟ اليوتيوبر الثاني اللي عندنا اليوم دستور. الفترة الأخيرة دستور رفع قصة جن على قناته، وكانت القصة بعنوان السحر الأسود، يعني جن وسحر أسود، الرجال مجمع العوامل اللي تهيئ اللي شو اسمهم ذولي يجونه. بدأ دستور يروي القصة وكل الأمور تمام، ما في أي شيء كان جالس يصير إلى ما وصلنا للدقيقة 6 وهذا الشيء اللي صار وياه. عموما سوى السحر وخلص وراح إلى جيزة وقال لها 5 أيام زوجته. بسم الله، والله اني ما كنت ادري، والله ما ادري ايش السالفه. طاحت الصوره اللي ورا، بس على مين بتمشي هذه اللقطه؟ معاكم ملك التحريات، وتحرياتي على هذه اللقطه تقول: بما ان العنوان مكتوب فيه ظهر جني في الفيديو، وهذا الشيء اكيد يصب في صالح انه المشاهدات تزيد على الفيديو، وهذا الشيء كله يوصلنا الى نتيجه واحده، ان دستور هو اللي مسوي هذه الشغله بالمونتاج. زوجته. بسم الله. ايش هذا؟ كاتشب؟ ازح معاكم يا جماعه الخير، الموقف للامانه يخوف. لو انا يعني مكان دستور جالس اقول هذه القصه وطاحت هذه اللوحه وراي، ابى اقلب الفيديو لتحدي الضحك مباشره. قال القصه، قال يلا بس. موقف يخوف ما له تفسير، ممكن اللوحه طاحت صدفه، ممكن احد طيحها، الله العالم. اوكي، الان معانا يوتيوبر اجنبي طلع معانا في حلقه سابقه، وكان الموقف اللي صاير وياه بذيك الحلقه قوي جدا. بعد ما شفنا ذاك الموقف توقعت مستحيل يصير لأي موقف ثاني يخوف، ولكن هذا اليوتيوبر عنده كلام غير. هذا اليوتيوبر هذا نزل فيديو في 2017 فكرته غريبة، يعني تخيلوا الحين انا بقول لكم السلام عليكم، معكم عبد الله، اخباركم؟ ان شاء الله كلكم تشوفون هذا الفيديو. فكرة فيديو اليوم: لا تستخدم الباث بومز في الشاور الساعة 3 الفجر. ايش؟ الفكرة بيض صح؟ بس بالله مين كان يتوقع ان المحتوى والفكرة هذه يصير فيها الشيء هذا؟ اوكي انا شوقتكم كثير، خلونا نشوف. Bath bomb, as you can see, it's very glittery. Ooh, look at that, look at it fizz. Ooh, it's fizzing really well. زي ما تشوفون في البداية اخذ الباث بومب ونزلها، بعدين بدا يقول: تعرفون وش اكثر شيء يخوفني لما اجي اتسبح؟ انا لما اسكر الستارة حقت الشاور دائما احس انه في جني جالس طالعني من الجهة الثانية. هو بس كان يحتاج يقول الكلمة هذه علشان الاشياء الغريبة تبدا تصير معاه بالفيديو.
Your overall scared me though. في البداية خوينا بدأ يسمع أصوات في الدولاب اللي كان موجود داخل الحمام. خوينا استغرب، بدأ يفتش الدولاب، اكتشف إنه ما في أحد. بدأ يفكر يقول طيب الصوت هذا كيف طلع بالضبط؟ تدرون كيف؟ خلوني أروح وسط الصالة وأثبت الكاميرا وأقول التالي. If anyone is here right now, I'm gonna leave the camera right here 5-10 minutes. So if you wanna say a message or do something, do it in front of this camera. عجيب والله، قوي ها؟ ثبت الكاميرا وقال لهم إذا كنتم موجودين علمونا أنكم هنا. ايوه الستاير بدأت ترفع وتنزل بنفس الوقت، وبرضو انا هنا بيني وبينكم تحرياتي اشتغلت من جديد وبدأت اقول الستاير هذه اقدر بريموت عن بعد اطلعها وانزلها، ولكن ابيكم الان تركزون على الانعكاس اللي طالع من النافذة الوحيدة المفتوحة. تشوفون الثلاجة اللي بالنص؟ ركزوا عليها. لا تعليق، والله لا تعليق. اليوتيوبر اللي بعده يا جماعة الخير من قناة سلوم ستوري. اوكي شوفوا الفيديو اللي احنا الان بنشوفه مو طبيعي مقارنة بالفيديوهات اللي احنا شفناها. هذا الفيديو بالذات مو طبيعي، الناس بكل مكان ارسلت لي اياه حرفيا. شغلت بداية الفيديو بعدين قلت لا لا وقف خلني اصور ردة فعلي لايف على اللي بشوفه وياكم. لكن قبل لا ابتدي نسيت اعرفكم على هالدمية اللي حصلتها بالشارع. فصراحة يوم شفت هالدمية والله يعني شدتني هالدمية بشكل مرة كبير، وراح احطها هنا من ضمن اللستة اللي هي الدمى وزي كذا، وترى معروف عني اني احب الدمى انا بشكل مره كبير. اوكي خلونا نقول بالبدايه انه شيء هذا غريب، اول مره اشوف واحد يحب الدمى. انا بالنسبه لي الدمى تشكل لي رعب مو طبيعي، بعد كل الحلقات اللي قدمتها عن الرعب اكتشفت ان المصايب تجي من الدمى دائما. الزبده ان خوينا بدا الفيديو وزي ما تشوفون ورا حط الدميه اللي هو حصلها بالشارع مع باقي الدمى اللي كانت موجوده من البدايه. سلوم ستوري وقتها كان جالس يتكلم عن شخص قرر يبيع بيته وسبب انه البيت هذا مسكون بالجن. وات؟ الدمية اللي لقاها بالشارع جالسة ترفع يدها لحالها وتنزلها بعد قاعدة تتحرك بشكل غريب. يا الغالي خليك من مقاطع الناس الغريبة، الغرابة موجودة ورا عندك. ان الدمى هي تحصل فيها هالاشياء المسكونة ولا الصدفة؟ قاعد يتكلم ان الدمى هي اكثر شيء يسكن فيها الجن وما نعرف ايش، والدمية اللي وراه بنفس الوقت جالسة تحرك يدها لحالها. دين والله العظيم شيء يخوف. انا بس نفسي اتخيل كيف كانت ردة فعله وقت ما قرا الكومنتات ان الدمية اللي هو جابها من الشارع مسكونة. في مثل كنت اسمع زمان واحس يستخدم هنا بس نسيته، يا من شراله من حلال عله. يس بس هو ما شراها، هو اخذها فنسوي لها تعديل. يا من خذاله من الشارع لبيته عله. سالفه طويله هذه خلاص كنسل. اخر فيديو معانا لليوم من قناة انس واصالة. انس واصالة من الناس اللي مفجرين اليوتيوب الفترة هذه بشكل مو طبيعي. معلومات بسيطة عنهم تقول انهم عائلة يصورون محتوى عائلي وينشرونه على اليوتيوب، زوج وزوجته معاهم بنتهم وينشرون يومياتهم كعائلة والاشياء الكويسة اللي تصير وياهم. لكن انه انس واصالة يصير معاهم موقف له علاقة بالجن هذه جديدة. بدت القصة في نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 انس واصالة قرروا انهم ياخذون بريك شوي من اليوتيوب ويلتقون باصحابهم وياخذون فترة راحة زي ما يقولون. بالفعل بدت عطلتهم، جاهم اصحابهم للبيت وهم كانوا جالسين ومجتمعين باصحابهم، فجأة الباب الخلفي للشقة حقتهم انفتح بدون اي سبب. اجيت ولقيت في هواء بارد عم يطلع من هون، فاجيت هيك وانا هذا الباب دائما بقفله. فالمهم اجيت هيك ولقيت الباب شوي مفتوح ودائما بقفله، ليكون في قفل من فوق. قلت له انس انت فتحت الباب شي برا؟ قال لي لا وابدا ما قربت. الى الان يا جماعه الخير الموضوع بسيط، ممكن يكون يخوف شوي ولكن احنا الى الان ما شفنا شيء. تمام كان في فيلم مره البنت صغيره هل انه جنيه بتقول الضوء بيطفي لحاله وبتركض. زي ما شفنا يا جماعه الخير صارت تقول انه هي شافت فيلم اول عن بيت مسكون وفي وحده سوت هذه اللقطه وبعدين بدت تركض، وانا سرد عليها وقال التالي. اوكي انس بدا يقول تخيلي ان من جد هي موجوده الان تشوفينها تطلع الدرج. فاكرينها بنت عاديه طلعت بنت جنيه. بس نحكي صار بالليل. اوكي على فكره بتعرفوا كم الساعه؟ اوكي شفتوا اللي صار يا جماعه الخير؟ اذا ما في احد ركز خذوا اللقطه بالبطيء. الباب اللي كان قدامهم اللي انس كان قاعد يقول تخيلي طيب تطلع واحده الحين وتركض، ولعت فيه لمبه حمراء ما ادري من وين جات. مرين شفت الضوء من الشمال.
لا والله لا لا طلع وشي. على فكرة أنا قاعد عم بضحك على القصة هاي، أنا عارف إنه أصلاً ما حتنام اليوم. من الواضح إنهم كانوا قاعدين يأخذون الموضوع مو بشكل جدي وقاعدين يحاولون إنهم ما يهولون السالفة. ولكن بعد ما صوروا هذه اللقطات وجاء أنس يمنتجها شاف شيء ما كان متوقع. أنا وأسامة قاعدين عم نعمل مونتاج بنفس الليلة. طلع هذا الملف تبع الداونلود، يعني هذا ملف الكل شيء اللي كنا عم نعمله أدى. شوف والله العظيم طلعوا شوفوا that؟ شوفوا الليزر ما بعرف طلعوا سنة طلعوا الليزر هاي طلعوا من جاي بس تطلع حوالي شوف إذا في حدا. الليزر الأزرق هذا كيف جاء؟ الشيء المنطقي الوحيد اللي الواحد يقدر يفكر فيه إنه خوي أنس ممكن بنفسه كان مع الليزر وجالس يلعب فيه. حلفته 12 مرة هلا سي والله والله أوكي. I did not have a laser nothing. يا ساتر إذا الليزر برضو ما جاء من خويهم إيش السالفة؟ في البداية باب مفتوح بعدين لمبة حمراء بعدين ليزر، كل هذه ثلاثة أشياء صارت وقت ما كانت أصالة جالسة تتكلم عن فيلم الرعب اللي هي شافته من أول. طلعوا الضوء، ارجعوا على المقطع، طلعوا الضوء. والله هذا الملف الرسمي، يعني طلع هذا الملف اللي جاي من التليفون مثل ما هو. في شغلة بديت أفكر فيها ممكن هو هذا الشيء اللي صار وياهم. بعض المرات الكاميرا مثلا يجيها زي الخدش ويصير وقت ما أنت تصور الخدش هذا يأثر على العدسة نفسها حقت الكاميرا وممكن تطلع لك ليزر ولا تطلع لك شيء. والضوء الأحمر اللي طلع من الباب ممكن تكون سيارة راجعة ريوس ولا شيء. والباب اللي بالبداية أصالة حصلته مفتوح تلقون أصالة هي كانت فاتحته وناسية وبس خلاص قفلنا القضية. لا أمزح وياكم يا جماعة الخير، بترك الموضوع لكم، أبغاكم تعطوني رأيكم بالأشياء اللي شفناها اليوم، وبرضه يا جماعة الخير حاب أقول لكم شكراً لأن كل الفيديوهات اللي عرضناها اليوم كانت منكم، إذا كنت حاب تساعدني بالمقطع الجاي من هذه السلسلة، كل اللي عليك إذا شفت أي فيديو كذا فيه رعب ولا فيه حاجة غريبة، انسخه، ألصقه في التعليقات على هذا الفيديو، واكتب لي الدقيقة اللي أنا لازم أشوفها، وبس كذا بتكون ساعدتني في إنتاج الحلقة الجاية من هذه السلسلة بشكل أسرع، هذا كان كل اللي عندنا اليوم، يعطيكم العافية على المشاهدة، خلونا نشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي، بعد 3 أيام من نزول هذا الفيديو، أو أقل، ما أدري، كل اللي أعرف الآن إنه باري تيوب ما راح يفوز علي بالتحدي. زبدة شكرا لكم على المشاهدة مرة ثانية، أشوفكم على خير، كان معكم عبد الله، أبي الله سلام. بعد